ترجع تاخذ الجرعه الثانيه ان شاء الله. احنا بس نريدك تلتزم بشروط الوقايه الصحيه اللي هي شنو؟ لبس الكمامات، تعقيم اليدين، التباعد الاجتماعي، شوي قد ما تقدر تحاول يعني تبتعد عن التجمعات، يعني حتى اذا تيجي مركز صحي تروح للسوق لازم تلتزم بشروط الوقايه الصحيه، لان هذا اللقاح ما راح يعطيك 100%. يعني لا قدر الله حتى اذا تنصاب تنصاب بنسبه قليله، فانت ليش هاي القليله تخليها وانت يعني محافظ على صحتك وماخذ اللقاح وتريد تحافظ على صحتك اكثر. فالاولويه بانه الحفاظ على التباعد الاجتماعي قد ما تقدر، يعني ما اروح للاماكن المزدحمه الا بالضروره القصوى. زين عيني وصحه وسلامه لك. اللهم صل على محمد. اسم الله محمد وعلي. صحه وسلامه.